الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه الجماعات الإرهابية التي ظهرت في هذا الزمان من أمثال داعش وغيرها ومن هو على شاكلتها ومنوالها وطريقتها هم نبتة شيطانية، وهم نزغة من نزغات إبليس في بني آدم وفي دنيا الناس. فهؤلاء الناس يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله وينشرون الإسلام، وهم في الحقيقة يصدون عن سبيل الله ويحادون الله ويحاربون دين الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المجاهد في سبيل الله من هو، قالوا يا رسول الله، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، وسئل عن الرجل يقاتل رياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسألونه أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما هؤلاء فهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما يقاتلون لأجل الدنيا. هؤلاء لم يقاتلوا لإقامة الحق وللدفاع عن الضعفاء، ولم يقاتلوا لأجل المظلومين، وإنما هم يقاتلون لسفك الدماء ولتعطشهم إلى إراقة الدماء، ولأنهم أصحاب نفوس منحرفة يحبون القتل وأدمنوا سفك الدماء. فهم يحملون السلاح على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهم يقتلون المسلمين ويتركون أهل الكفر، لا يقتلون إلا المسلمين، ليتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج الذين خرجوا عن الإسلام والذين هم أبعد الناس عن الله عز وجل، وإن كان ظاهرهم أنهم متمسكين بالإسلام ملتزمين به، يتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يقتلون المسلمين ولا يقتلون الكفار، بل ربما يضعون أيديهم في أيدي الكفار على المسلمين والعياذ بالله. يجاهدون ويسمون أنفسهم أنصار بيت المقدس، ثم يقتلون الناس في ضواحي مصر، ولا علاقة لهم ببيت المقدس، ولا علاقة لهم بنصرة بيت المقدس، ولا بتحرير القدس، ولا شيء من ذلك. إذن هؤلاء هم الشياطين، وهؤلاء هم نبتة من نبات الشيطان، ينبغي علينا أن نحذر منهم، لأنهم يصدون عن سبيل الله، فهم يحملون السلاح على المسلمين، وهم يستحلون المحارم ويرتكبون الفواحش. رأيناهم ينكحون نكاحا يسمى نكاح الجهاد، يستحلون المحارم، وما سمعنا بهذا النكاح من قبل، يجترئون على الله عز وجل ويستحلون ما حرم الله، يحلون ما حرم الله والعياذ بالله. فهم شياطين أبالسة، وهم مع ذلك يستبيحون حرمة الموتى، فهم يخربون المقابر ويعتدون على الأضرحة، أضرحة الصالحين، وحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا، فكيف ينبشون القبور وكيف يعتدون عليها؟ وهذا من الكبائر ومن أعظم الإثم. إذن أين هم من الإسلام؟ كيف يدعون الالتزام بالإسلام وهم يحاربون الإسلام
ويضادون تعاليمه ويناقضون آدابه، وهم مع ذلك أيضا يستحلون ما حرم الله، فيعتدون على أهل الكتاب، يعتدون على النصارى بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا فقد آذاني، ويقول: من قتل معاهدا فقد برئ من الله، أو فقد برئت منه ذمة الله، من قتل معاهدا. وفي رواية: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يجد رائحة الجنة. إذن هؤلاء الناس هم شياطين، ينبغي علينا أن نحذر منهم، ينبغي علينا أن نحذر من طريقتهم، ينبغي علينا أن نوقظ شبابنا وأن ننصحهم أن يبتعدوا عن أمثال هؤلاء، وأن يبتعدوا عن أفكارهم، وأن أفكارهم ربما تكون مغلفة بالعسل ولكن بداخلها السم الزعاف، فينبغي علينا أن نحذر من هؤلاء ومن أفكارهم الضالة ومن أفكارهم المنحرفة. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا منهم ومن شرورهم، وأن يصرفهم عن الإسلام، وأن يريحنا منهم، وأن يستأصل شأفتهم، وأن يزيل شوكتهم. والله عز وجل أعلى وأعلم.